بسم الله الرحمن الرحيم، الأخوة الحالين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم جميعا. في إحدى الزيارات الميدانية للمنحل وجدت بيوت ملكية في إحدى الخلايا، وقمت بتصويرها بمقطع فيديو خاص لوحده، وأشرت أن أقوم بعرضه هذا المقطع لوحده فقط، ومن ثم سأقوم بالتعليق على هذا المقطع وعلى هذه البيوت الملكية، وخصوصا نحن الآن في هذه الفترة اللي يعني ربما في بعض المناطق ما زال نحن حاليا ممكن نواجه مثل هذه البيوت الملكية، وبالتالي يعني حتى يكونوا على دراية واطلاع بهذا النوع من البيوت الملكية. سننتقل مباشرة إلى مشاهدة الفيديو ومن ثم التعليق عليه. طلع هذا البيت الملكي. هذا ذكر، هذا مش ذكر يعني. هذا ذكر. شايف عليه رقم ذكري، وهذا نفس الشيء. هذا يعني نفس الشيء ترى، بس صغير. شايف؟ ترى كيف الدود جواته بلشت تخرب. هذا نفس الشيء. طلع اليرقة. هي. مش نافع، راح نحل ايش يرجع ايش يفتحها. فلما بكون البيت الملكي طويل بهذه الطريقه، هذا بيت ملكي ايش ولا في فايده. خلاص، خصوصا انه عندي عيون ذكريه، هاي كلها عيون ذكريه. اذا كما شاهدنا بيوت ملكيه طويله بشكل زائد عن المعروف او زائد عن الحد. هذه البيوت تنتج عادة في حالتين. الحالة الأولى، وهي في الغالب أنها تربى على يرقات ذكور، يتم تربية هذه البيوت الملكية على يرقات ذكور، وعادة تحدث في الطابق الثاني، يعني عندما نقوم بنقل الحضنة من الطابق الأول، من طابق التربية إلى الطابق الثاني، يشعر النحل بنوع من اليتم، واحنا عادة ننتقي إلى حد ما الإطارات اللي حضنتها مغلقة حتى النحل ما يقوم ببناء بيوت ملكية في الطابق الثاني. لكن عادة كما شاهدتم على الأطراف دائما هنالك عيون ذكرية، واحنا ما بنهتم كثير بالعيون الذكرية، فنقوم بنقل الحضنة إلى الطابق العلوي. فيقوم النحل ببناء، بده النحل عنده شعور باليتم، فبده يبني بيوت ملكيه، فيقوم ببناء البيوت الملكيه على يرقات متوفره. من هذه اليرقات قد تكون يرقات ذكريه. نتيجه تربيه البيوت الملكيه على اليرقات الذكريه هو بيت ملكي طويل، وفيه هيك يعني تضيق في الوسط شوي، هيك تلاقيه متخنصر يعني. هذا النوع من البيوت الملكية يعني ما بنجح عادة. إذا ما خربته زي ما شفت في الفيديو، إذا تركته المرة القادمة، الكشف القادمة، راح تيجي وتلاقي النحل فتح البيت الملكي وقام بالتهام اليرقة والتهام الغذاء الملكي الموجود داخل هذا البيت الملكي، وبالتالي لا يفقس. الحالات الأخرى التي يمكن أن يحدث فيها، ليس بالضرورة فقط عند نقل البيت الملكي من الطابق التربية إلى الطابق العلوي، يحدث أيضا في طابق التربية نفسه، فخصوصا إذا كان النحل بده يقوم بإحلال الملكة. في بعض المرات النحل بده يقوم بإحلال الملكة، فيبحث عن البيوت الملكية عادة أو اليرقات في وسط الإطار كما نعلم، وعادة في الوسط وفي الجهة العليا من البرواز، في الوسط العلوي من البرواز. عادة هذه المنطقة إذا كانت الملكة شوي تعبانة بيكون فيها كثير يرقات ذكور، فأيضا يقوم النحل ببناء بيت ملكي على يرقات ذكور، والنتيجة هو بيت ملكي طويل زائد عن الحد. الآن المحاذير من هذا البيت الملكي، إنه النحال ممكن بس يشوف البيت الملكي ومغلق ممكن يفكر مباشرة أنه في حمى تطريد، وهذا مش بالضرورة صحيح، أو أنه خلاص هاي في بيت ملكي، إذا كان إحلال هاي في بيت ملكي، خليني أتخلص من الملكة القديمة وخلي النحل يعمل بيت إحلال، وهذا البيت الملكي ما رح ينجح. أو في ناس ممكن يقسم على بيت الإحلال، فممكن يأخذ البيت الملكي هذا على جنب ويقول لك خليني أعمل فيه قسم جديد. هذه البيوت الملكية
لن تنجح ولن تفقس، وبالتالي أي قرار من النحال بناء على وجود بيت ملكي مغلق من هذا الشكل سيكون قرار خاطئ، فبدنا ننتبه لهذا الموضوع. الحالة الثانية اللي ممكن يحدث فيها هذا، مش بالضرورة تكون يرقات ذكور، ممكن أن تحدث على يرقات عاملات أيضا، وهو عند تعرض الإطار إلى الهز الاهتزاز العنيف. يعني إحنا مرات لما نقوم بهز الإطار ما يحدث أن اليرقة قد تنفصل عن الغذاء الملكي، إحنا نعرف أن اليرقة بتكون ملتصقة بالغذاء الملكي، فإذا انفصلت اليرقة عن الغذاء الملكي وخاصة عند مرحلة قرب إغلاق البيت، فإن النحل تلقائيا سيقوم بإطالة البيت، يعني شاف اليرقة قريبة فهو بيعرف أنه لازم يعطيها وسع، فيقوم بإطالة البيت قليلا ومن ثم إغلاقه. وإذا شاهدته بالفيديو أيضا بتكون يعني بيت ملكي ما شاء الله هالكبر، لكن اليرقة صغير جدا جدا، وهذا السبب طبعا هو قد يكون أيضا انفصال اليرقة عن الغذاء الملكي. فإذا بكل الحالات هذا البيت الملكي لا يصلح لأي نوع من أنواع القرارات التي يمكن أن يتخذها النحال بناء على وجود بيت ملكي مغلق. أنا حبيت نعمل هاي إضاءة لوحدها، وربما مثل هذه الملاحظات سأقوم بإفرادها في إضاءة منفصلة حتى تكون فيها فائدة. نراكم إن شاء الله على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.